طع حزام الأمان. من أنت؟ أحتاج أن أشرب. إنه أنا يا أبي، سأجلب لك بعض الماء. مركز راحة مقدمي الرعاية. مرحبا، إني فعلا أحتاج بعض المساعدة. شكرا جزيلا على المجيء. كيف حاله؟ مرحبا كون، أتتذكرني؟ صوفيا، هذه دينا يا أبي، سوف تقوم برعايتك وأنا خارج البيت، سأرجع قريبا. حسنا؟ نعم كون.